مرحبا، يعطيكم العافية والسلام بالجميع. اليوم عندنا 14 باكج، يس 14 باكج من أمازون. أول مرة بصير عندي هيك تكويم. زي ما حكيت لكم أنا بكوم حوالي أسبوعيا عشان الكوفيد بنظفهم، كمية كبيرة. خلينا نبدأ ونشوف شو في عندنا. نبدأ بهذا الأول، خلينا أحط الدور تحت عشان تشوفوا. هذا أول واحد، أوكي. هذا عبارة عن شوكولاتس بالبينات باتر. هذا بحبه ابني كتير، شوكولاتس بالبينات باتر، حقه 10 دولار كيلو بيجي. أرخص لما تشتري من تشتري مفصل، يعني شيء لذيذ هيك. أحط الثاني، نشوف شو هو. بسم الله، أوكي دوكي. أوكي، كلوروفيل. كلوروفيل هاي مادة عادة بتكون شوجر فري، جلوتين فري، والكهول فري، بتعمل كلينزينج للجسم وديتوكس وبتعطي انرجي بوست. كتير ناس بيحكوا عنها، بدي اجربها. هاي فيها 120 سيرفينج، يعني نقطة نقطتين يمكن بتكفي. حقها 25 دولار هذا العبوة، وكتير عم بنحكى عنها خاصة في الفترة الحالية بموضوع الكوفيد. طبعا دوروا عليها، راح تشوفوا شو الشغلات الكويسه فيها. كلوروفيل اللي هي الماده الموجوده في النباتات الخضراء. اوكي، رقم 3، هذا عباره عن ماسك للرجلين، حقه 15 دولار. بيعمل تنظيف للرجلين، تلبسه بالليل زي الشراب او الجربان، بتلبسه في الليل وبتصحى الصبح بكون صار بشيل لك الدمج سكن، الجلد المتقشر. وطبعا انا جربته رائع جدا، حقه 15 دولار اي ثينك. اللي بعده، اللي بعده هاي عبارة عن سكين تاج ريموفال كيت. هاي للشغلات اللي بتطلع هيك الزوائد اللحمية. هذا حقه 22 دولار. عندي هون كم زايدة لحمية وبدي أشيلهم، هذا بيساعد كتير إنك تشيلهم. حنجربهم. عبارة عن زي قطعة هيك تمسك فيها القطعة اللحمية وبتلفها وبتقصها يعني. اوكي، نجرب شو هاي. اوكي، ما في اشي هون. هذا مش عارف الباكج 1 2 3 4 5، هذا رقم 5. ملزق هيك الاشي. اوه، هدول عبارة عن مادة هيك زي جل وبتنظف مثلا الكيبورد للسيارة. هيك مادة تنغسل بتضلك تقدر تستخدمها. يعني هاي انا شفتها كتير، هدول اثنين ب10 دولار، علبتين بيجوا. شايفينها هيك، بتحطها مثلا بين المروحة او اشي وبتنظف لك، بتسحب كل الوسخ. هنجربها ونحكي لكم عنها. هاي سوبر كلين اسمها، شايفينها سوبر كلين. هاي واحدة، هاي اثنتين، واحدة صفرة وواحدة
الخضراء. اللي بعده انا بسالوني ناس كتير ليش بتحطش اللينك تبع المنتج. انا بحط لكم اسم المنتج، انا مش عم بعمل دعايه للمنتجات، فبتروحوا انتوا دوروا على الامازون على الاسم يمكن تلاقوا ارخص من اللي انا بشتري. فليش انتوا تروحوا على نفس المنتج بلا مؤاخذه؟ انا لا ربحان ولا اشي من هدول ولا بعمل لهم بزنس، انا بس بورجيكم الشغلات اللي انا شاريها. طبعا انا شريت الكلوروفيل اللي هو هذا، شريت منه اثنين نوعين مختلفين عشان اجربهم. 220 سيرفينج وبيختلفوا شوية عن بعض، هاي اللي انت شايفينهم هون، لكن يعني بدهم تجربة. في كلام كتير علمي عنهم، في ناس ضد الكلوروفيل، حنقرأ اكتر ونحكي لكم. اللي مش متابعنا على تيك توك متابعنا. اوكي اللي بعده، هذا برضو فوت ماسك للرجلين، برضو نفس الشغلة، بتلبسه في الليل وبيعمل لك تنظيف لكل رجلين واللحم المتقشر هذا الميت. اللي بعده اوكي، هذا نوع تاني من سكين تاج ريموفل. زي ما حكيت لكم انا شريت واحد لانه عندي بيطلع لي صار الهاي، هذا نوع تاني حنشوفه وحنبرضه نبلغكم عنه. سعره هذا 14 دولار ارخص، انا شريت هذا اول صراحة، بعدين لقيت هذاك زي ماكينة هيك. يعني نشوف اللي بعده. اللي بعده عبارة عن نوت بوك شريته. اوف عاد انا طالب ازرق، بعتولي هذا اللون هيك شكله حلو. نوت بوك اوكي زي دفتر هيك، وفي هون اخر شيء للكروت. اوكي حلو هيك نايس، يعني اشي هيك جميل، عجبني شكله. سعره 19 دولار هذا، تتبينه اشي كفر ترافل جورنال عشان تكتب شغلات انت طاير وانت مسافر، بس نسافر ان شاء الله. اللي بعدك هذا فيه شغلتين، الشغلة الأولى برضو وارت ريموفل، هذا أنا جبته أول واحد كنه شريناه، شريت أنا ثلاثة هيهم مضبوطين ثلاث، كل واحد بيختلف عن الثاني. هذا بتسعة دولار، هذا أرخص واحد، بس شكله هذا بس لاصق، يعني بتحط اللاصق وبشيل الهاي. هاي بلاك ماسكس، هذه عشان تنظف الوجه وتغسله، بتعمل زي ماسك بالبامبو، لونه اسود بيكون. طبعا اللي عنده لحية هاي مشكلة، بس نحلة بنحطه مرة على الاقل. اخر اشي اوكي من هدول توث وايتنينج. توث وايتنينج هاي بتنظف الاسنان وبتبيضهم. جربنا واحد صراحة ما كان كويس، هذا بن واحد صديقي مجربه وقال لي عنه انه كويس. طبعا هو ايش بيعمل زي طبقة بيضة على الاسنان فقط، ما بسوي شيء. طيب خلصنا الاكياس، الان نبدأ بالبوكسات. هذا البوكس الاول، ضايل بوكسين غير هذا، ثلاثة يعني. طيب هذا البوكس شوفي، فيه هاي وهاي وهاي، هذول ثلاث شغلات حجزناهم من امازون. اول اشي هاي عبارة عن تشيري ساور، هاي حامضة شوية، برضو بعشر دولار. وهاي تشوكلت ريزن، جواها شو اسمه الزبيب ومع التشوكلت، هذول برضو بالواحد بعشر دولار، كلهم كيلو كيلو.
وهاي بطاريات، بطاريات امازون معروفة الصغيرة، مش حنفتح هلا. امازون عندهم بطاريات رخيصة لما بتشتريها بالكمية يعني، فبنصح الناس هلا البطاريات كل شيء بدك تستخدم بطاريات، كثير شغلات صارت. البطاريات مش حكي لكم سعرها لانها امازون بتنزل عليها احيانا ديسكاونت، يعني انا دول جبتهم ب 12 دولار فيها 36 حبه، احيانا بكونوا اغلى احيانا ارخص. طيب خلينا نشوف شو هاي. هاي عبارة عن اوكي، هذه ال هنا اوريك اياها. هاي الراك تبعت ال الحمام، بتتلزق بالحمام. هذول الشغلات اللي معها اوكي، وهاي اذا بدك تلزقهم تلزيق اوكي، هذه سيلر فيتس بتنحط جواهم و تلزق وتلزيق، يعني مش انه هي يلا بنرجعهم بس. اخر شغله، اخر شغله معنا اليوم واخر بوكس، خلينا نشوف شو هو. اعتقد في اكثر من شغله. اوه هذه اللي بتنحط على الحمام سعرها 49 دولار، بس الحلو فيها انا بدهاش مسامير تتلزق تلزيق. هشوف كيف قصتها هاي، بدهاش مسامير، انا جاي معها براغي. اوكي هاي اخر شغله، هاي عباره عن اوكي، هاي عباره عن شغلات تستخدم لل ال القوى، مثلا هاي بتشد فيها، هاي شغلات تبعت ال ريزيستنس سموها، هاي هون اوكي. هاي تحط فيها مثلا ال لهم شغلات يعني بدك تقرا عنهم. في هدول الريزيستنس بار هاي اللي بتشد فيها، هم مجموعة هيك كاملة، هنا نشوفهم. وفي هاي مش عارف شو هاي ريزيستنس بار، خلينا نشوف شو هي. في هاي اوه هدول ال اللي بتشد فيهم اللي هم ريزيستنس، هاي هدول. طيب هذا باعتبار كل اللي شريناهم اليوم، ان شاء الله تكونوا انبسطتوا بهذا الفيديو والريفيو اللي عملناه، عملنا ريفيو سريع، وان شاء الله نراكم في حلقات ثانيه. تابعونا، سلام للجميع. اذا شفتوا اللايك لايكوا، واذا شفتوا الشير شيروا، واذا شفتوا سبسكرايب سبسكرابوا، واذا شفتوا الجرس اقرعوا، وسلام للجميع، ونراكم في حلقات قادمه.